سنة 2024 تحت شعار الجودة الشاملة، وعملنا برنامج الجودة الشاملة اللي هو يهم مختلف معناها الحلقات بتاع السلسلة، سلسلة معناها القيم في القطاع الصناعة التقليدية. نعرف الحلقات اللي هي تبدأ أول حلقة وأول اتصال، نقطة اتصال والالتقاء متاع السائح والزائر بلادنا هي المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية. من بعد بطبيعة الحال فما كل ما يتعلق بالنقل السياحي، الإيواء السياحي، التنشيط، المواقع الأثرية والتاريخية، المحيط السياحي، المسالك السياحية، هذيك الكل في إطار معناها برنامج، وهو الهدف منه بطبيعة الحال نحبوا القطاع السياحي بتاعنا والمساهمة بتاعه في الاقتصاد ترتفع، العائدات السياحية خاصة اللي احنا السنة الفارطة سجلنا قرابة 7 مليار دينار عائدات السنة، نحبوا هذه العدد يرتفع، ونحبوا نتوجهوا أكثر أسواق اللي هي والسياح عندهم قدرة إنفاقية عالية. هذاك علاش يلزمنا نحسنوا في الجودة بتاع العرض السياحي، ويلزمنا نزيدوا نحفزوا باش على الطلب على الوجه التونسي.